زون ميكس. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس مع ضيفنا اليوم رضا الجدي المدرب السابق للمنتخب التونسي كذلك والنجم الساحلي. سي رضا مرحبا بك من جديد. وعلاش كنت قريب من ايطوال ظهر لي في المده هذه؟ صحيح. علاش ما صارتش الزيجه؟ الحقيقه انا باش نكون واضح معاك مش انا اللي كنت قريب اكثر من ايطوال، روجي كان اكثر قريب لانه اتصل بيا وانت معاه بالطبيعه. هاوجك اتصل بيا وعرض لي فكره اني نرجع معاه للنجم الساحلي، فقبلت بكل رحابه صدر لانه الشخص خدمت معاه كثير ساعه روجي مده طويله ونتناسفوا مع بعضنا، وخاصه مع فريق النجم اللي قضيت معاه فترات حلوه 4 ألقاب في 3 سنين ونص تقريب، وبالتالي فريق نعرفه مليح ونعرف كل امكانياته. قبلت الفكره لكن بعد مده تقريبا بعد 3 أيام رجع لي بالهاتف وقال لي جو ميكسكوز اعتذر، قال لي لاني رجع لي الرئيس ورفضت اني نقبل المهمه. طبعا انا جيت ان بو سوربري خاطر هو اللي فسالته، قال لي قلت له هل صحيا انت لاباس عليك؟ قال لي لا لاباس عليا، ما عندي حتى اشكال، تبقى اليوم جو مي سون با بري اني باش نعاود التجربه. علاش؟ والله ما فسر ليش، لكن فهمت اللي فما شكون طلبوا وقالوا راهو رد بالك فما دو لانديسيبلين وفما بعض الجوارات مش خالصه ونوع من الشيء هذا، قالوا لي الكلام هذا. الله اعلم شكون، لان ما نعرفش شكون اللي معناتها وقت اللي شاف اللي فما امكانيات النجاح ربما مش ما نعرفش السبب هذا ولا لا، اما الاكيد ناكد لك بحاجه واحده اللي نعرفها هو كون صحيا لاباس عليه ما عندوش مشكل، لاني متواصل معاه ونعرف اللي عمل لان بوان سونتي مده اخيره وقال لي راهو كل شيء تمام 100%. انت مش تجاوزت مرحله المساعد؟ فعلا يعطيك صحة في السؤال، قبلت الفكرة فقط لسبب وحيد، لأنه لما تخدم مع اسم كيما روجي لومير ماكش مساعد، لأني أنا حتى كي اشتغلت معاه في الفترة الأخرانية ولا كنت صاحب إنجاز وخاصة صاحب فكرة، لأنه هو ما يشتغلش في الميدان، هو مشرف عام ما يدخلش حتى الميدان، يقعد فقط يتابع وانت اللي تسطر وانت اللي تمرن وانت اللي كل هذا على الاقل الفتره اللي انا قضيتها معه. ثانيا طبعا في التيتر مساعد حاب ولا تكره ما ننكروش، فقط تقبلتها لاني نعتبر انها خطوه ايجابيه تعطي ولا تقودني الى ما احسن مع روجي، فقط لو كان اسم اخر ما نرجعش مع الشيء هذا، وهذاك علاش قبلت الشيء هذا معه. كي لومير رفض ما كانش تنجم يفكروا فيك انت؟ هذا سؤال تساله رضا شرف الدين ودكتور رضا شرف الدين والمساعدين. اكيد حكيت معاهم انت في الموضوع بتاع عبتك ولا؟ سي طلبني سي رضا بعد روجي طلبني سي رضا وسالني وقلت له راهو مستعد ما عنديش مشكل، بل بالعكس قلت له انا راهو شرف ليا خاطر نعرف اللي خليت اثار طيبه ونعرف اللي الفتره هذه بالافكتيف هذاك بالشغل اللي نعرف نشتغل به نعرف اللي نجمو نهزو به. ما اقترحش عليك تكون مدرب اول؟ لا ما حكيتوش في الموضوع هذا؟ كل صدق ما بدليش موضوع، لكن انا في تخطيطي وفي لانه طبعا لما موافقه اولى لكن بعد باش تجلس مع رئيس لو كان فما امكانيه، كان الطرح هو اني فتره اولى هي فتره المساعد، ولاني نعرف انه روجي لا يمضي الا لمده 6 أشهر فقط بحكم انه ما عندوش سوفل بالضبط انه يواصل مده طويله، كان الاقتراح هو ونتصور حتى السيري ذا كان هذاك الواحد تاعه، لكن شنو اللي خلاه يعمل اشياء اخرى اجهلها ولا اعرف شنو اللي شنو رايك تعين قيس الزويغي؟ اولا نتمنى له كل نجاح لانه مدرب تونسي وابريتو يمثل الكادر التونيزيان. ان شاء الله شوف باش نقول لك باش نكون واضح معك مانيش لا كومبيتيسيون دو نيفو كو سوا في ليكيب ناسيونال ولا في الفرق راهي تتطلب جزئيات كبيره، راهي ماهيش كلام وهذا نقوله مش على النجم فقط، راهي مش تصريحات، راهي مش اكسبليكاسيون، راهي دي ديتاي ساعات في بعض الاحيان فقط اختيار لاعب دون اخر في الذهاب دون الاياب، في بعض الاحيان دراسه المنافس في دقه معينه، خليني نقول لك في دقه معينه تنجم تهز بيك مباراه كما تنجم تطيح، وهذا هو اللي نتمناه انه قيس يكون عنده درايه مع عماد صحيح، وعماد عاش فترات هذه كل معها كذلك اخونا لا اله الا الله محمد رسول الله نوفل شبيل اللي نحيوه كذلك دونك لكن اتونسيون يلفو اتر تري ريغورو وتري بريسي والدقه كما قلت لك في قلت كلمه شديتها انا قلت لي مش تصريحات شنو تقصد؟ نقصد مش كان هو للناس كل انا مش كان على قيس ها واش نقول لك من الاخر خاطر رجعنا توا حاليا انت معقول توا في بعض مباريات
تسمع الجمهور تاعنا والجمهور تاع نتاع فني. الفني إن با أبارلي دو بيبليك، إن با ديسكوتي دو بيبليك. أنت قد ما صرحت تسمعني نتكلم، البيبليك إلي لا بور سوتنير، مي أنا ما نستجد. قلت التجربة على مستوى الدولي مش تصريحات، فشنو تقصد بالضبط؟ نقصد اللي حاليا نصرحوا كثير بعد المباريات في أو قبل، نعطيه برامج تاع تحذيرات وغيره حول سنفعل وسنعمل نقصد الفوت أو نيفو. فهمت حاجة أخرى يعني خاطر؟ لا لا ما فهمتش اللي موسى تلمح الكلاش اللي صار مع مجد التلاوي في الاحد الرياضي ولا لا لا بادي تو انت تو بون بالله نحب نوضح النقطه هذه. صار ما صارش كلاش هو كل ايش فيك ويرحم والديك مجدي سعيد مكتحرب حاجه، كنت واحد من الناس اللي ساهموا في اختياراتهم باش يجيوا اللي يجي ليكيب ناسيونال معنا في الكوب دافريك 2008 في غانا. اوكي وكل الهدف المشهود تاعو كان تذكروش مليح في السنغال. اي جي تي ان دي جون كي اون انسيستي بيان ايفيدامون لو بروميي كي ديما روجي ماني قلت اوكي سوا افيك نو. ثانيا مجدي نحترمه، ولد نعتبر واحد من اللاعبين تاعي، حان يشتغل في الترجي الرياضي ان شاء الله نتمنى له النجاح، لكن نهارتها التدخل نتاعو كان ماهوش في موقعه لانه تدخل بطريقه خاطئه. ونزيد نعطيك حاجه اخرى، بعد ليميسيون جاء وطلب الاعتذار وقبلت الاعتذار. تفضلت الحكايه معناها تفضلت وقتها مباشره بعد الحصه طلب الاعتذار وقال لي راهو ما كنتش نقصد، لكن نحب نوضح لك حاجه اللي كون ومره اخرى لو تعاود تسمع التدخل تاعي كان اكثر علمي، لاني حكيت على تراجيكتوار دون جامب اللي هي نتاع حمدي النقاز، اون فوا كلي ديتر دون فوا كو لو جامب بارتي الي اون تراجيكتوار الي بري ديفيني تو بو بلو لا بوجي. علاش طاحت ساقو على فخر الدين بن يوسف 18 متر بعد ما مس الكره، وقلت انا نتكلم مع سليم جديدي وقتها قلت له راهو مش ضربه جزاء، فما كان من حيله وكان قال لا فو فيفر سيت اكسيون بور لا كونيتر. نحب نقول لك اللي انا وقلتها لك في بدايه ليميسيون، سي زيفينمون لا جي لي فيكو pendant 9 ans en tant que joueur. صحيح في جمعيه عريقه ونفتخر بها وضربت اجيال ومروا بها مدربين، دونك نقول لك منظر كبير اللي هو الناخب الوطني اول ما بدا المسار تاعو بدا في جمعيه جرب. اذا فكورنا غادي وعشنا جمعيه كبيره تحيه الناس الكل يسمعوا فينا في جرب اكيد. ايضا كان عندك خلاف واحد اخر مع سعد الدريدي، هل تجاوزتوا الخلاف هذاك ولا مازال تو ولا صار كونتاكت بيناتكم؟ صار بوكو دو كونتاكت، سي دي ديتاي تاع جيستيون دو ماتش وكان منفعل شويه. نتذكر ماتش تولو سي بي وقتها سعد الدريدي في سي بي بالفعل، وانا كنت في النجم الساحلي، ولانه رجعنا في نهايه المباراه كانت المباراه هذيك كانت سي بي ربحها 1-0 حتى تقريب 20 دقيقه قبل ما توفى المباراه عدلنا وانتصرنا في نهايه المباراه 2-1. فطبعا ساعات يتشنج الانسان، لكن بعد تصفت الامور وما كانش فيه حتى اشكال، ما تحلت الاشكاليه. هزيمه الاهلي 6 مع الليتوال تعتبرها منعرج كان في مسيرتك وعلاقتك بالليتوال خاصه؟ لا 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 لا، اولا شوف من داخل ويعرفوا خاصه لي ديريجون لي بري بروش واللي سيروا في النجم الساحلي يعرفوا مليح اني مش تنبأت، لكن حذرت من عده اشياء على مستوى الاطار الفني في الاختيارات خاصه، وكنت من داخل نشتغل لاني انا دوري هو اني لما تكون تشتغل في فريق مش دورك انك باش تخرج للاعلام وتقول لا ها لي شوا كانوا غالطين تاع المدرب في لود بيان ايفيدامون. انا جلي با دي بارامون توا، انا قلت قبل ما نبداو قبل ما نهبطوا الافكتيف، انا كنت من الناس اللي نجري باش نلعبوا بثلاثه في اللاكس نهارتها لانه كنا منتصرين 2-1 هنا، دونك ما عندناش حتى ونعرف الاهلي بالطبع لانه الاهلي نعرفوها مليح ولعبت هذاك ثالث رابع مباراه نلعبوا ضدها وقتها في انا في مسيرتي، فنعرف مليح لما تلعب الاهلي هنا في مصر شنو معناتها الاهلي باللي فيرفيسونس تاع البيبليك تاعها كومون دوفيان تري بيركوتون تو تري بون ان دي زيليمون ان دي زيليمون كي بارتيسيبي. لكن شوف مش معناتها تبرر من المسؤوليه، لا احنا لما انه فراج يغرق الناس كل اللي موجود على السفينه تتحمل المسؤوليه. ديجا من الماتش هذاك اللي طوال صار فيها برشا مشاكل ومن العباد اللي حملوك مسؤوليه خاطر وقعت اقالتك انت وقتها. لا مش اقالتي، باش نقول لك هنا باش نحكي لك ديتاي سكو بور فو دير اللي المدرب هذايا على غرار باش نقول لك على غرار السيد اللي كان موجود توا هذايا شو اسمه هذا غاريدو وغاريدو جيتي بارمي لو بروميي دو دير كو سو مسيو اي ان تران دو ديتروير لي بوتونسياليتي دو ليكيب. لما صارت النفراج هذيك بسرعه حمل المسؤوليه للناس اللي دارين به الكل، سيف غزال وعبد الله
وزياد وحسين وناس كل فهمت. فكانت مش إقالة، فكانت استبعاد كل احنا الكل تقريبا قعد وحده فجاب وشفت انه فراج كيفاش صار دلالة عنه سيد هذا معناتها. لكن مش توا انا ما نحبش كومون ديراج جلونفونس توا ابريكو نو، خاطر الكلام يصير وقت اللي انت مع الشخص فاس فاس وقت تتكلم معه فهمت. انا نقول مرة اخرى رغم كيما قلت لك الشيء هذا صار كله ولا نحكيه لك، نعتبر اللي هي مسؤولية جماعية وسيتو. يا بريتو نحب نذكرك بحاجة، ليتوال اللي تي دومي فينال ليسبيرونس خسرت في الكارد فينال العام هذاك صحيح ولا بالضبط؟ بعد شنو اللي صار؟ صارت إقالة المدرب الأول وعطى فرصة للمساعد. شنو عمل المساعد؟ هز دو شامبيونز ليغ. احنا اونايتي جوسكو دومي فينال مش كارد فينال. ليتوال كان يفرق واحد الكل وعاود من جديد. صحيح. معناتها اونايتي جوسكو دومي فينال مش الكارد فينال وربحنا هنا في تونس لأنه الترجي خسرت لنا. لكن رغم ذلك وقع إقالة بون سي ان شوا نحترم الشوا نتاع المسؤولين لأنهم أهل مكة أضرب بشعابها، مي دي فوا اون أسيوم نو ريسبونسابيلتي. شنو صار بعد المقابلة؟ خاطر رضا شرف الدين من جهة وحسين حزيل الجزيري صار كأنه خلاف لليوم اللي تولت عنه في تبعات نتاعه. شأن الإداري ما عندي فيه حتى دخل وما نحبش نحكي على شأن الإداري لأنه مهمنيش. اللي قلته لك هو على شأن الفني اللي أنا نعرفه بالضبط. وأنا كونجو ترافاي دونز اون إيكيب مش كان في الإتوال كسوا في الإسبيرانس ولا في الكلوب ولا في الستاد تونيزيان ولا في سي اس اس ولا في أي جمعية حتى البرة. Je donne tout ce que je peux خاصة من ناحية الدراية نتاعي ومن ناحية الاحترافية لأني النمبر داني ديكسبيريونس اللي يوصلوا تقريبا 24 سنة حاليا منذ 94 إلى حد الآن وأنا في الميادين معناتها ما نخليش حاجة للصدفة. وذاك علاش كنت ناجح تقريبا في كل المحطات اللي مريت بيهم. ناكد لك اللي مش فقط في النجم اللي خذيت الأربع الأرقاب، مساري في المنتخب صحيح مانيش مدرب أول لكن كان مسار نين وانت تشهد عليه. مش كان 2004 فقط، كاس العالم، كاس كونفدرالية، كاس أفريقيا، المسار مشينا للخارج، مشينا للسعودية وشفت الصعود بفريق العدالة وحتى البال المتصدر، مشينا للجزائر مع قسنطينة ووصلناها لمستوى الحمد لله. هذا دلالة علاش؟ لأنه العمل مبدأ اساسي بالنسبه لينا وخاصه لا ريغور او نيفو دي ترافاي. واضح. باش نحكيوا بعد شويه نحلوا قوس مقابله ليتوال والوداد اليوم. بنمشيو نعملوا تفتيحه مع الموسيقى بعد مواصلين حتى الخمسه نتاع العشيه، مازالوا تقريبا 9 دقائق في الحصه نتاعنا. راحت البال برنامج